نروح لقضية أخرى، قضية مهمة جدا، قضية إحنا منقبلش فيها التجاوز من أي شيء، ولكن الغريب جدا إن بعض الناس بتاخد تجاوز المسؤول وتتغاضى عنه وتاخد تجاوز الجماهير وتلقي الضوء عليه، وهو أزمة شيكابالا والتنمر على شيكابالا وإهانة شيكابالا. أعتقد رافضين رفض تام لأي تجاوز أو أي تطاول وفي قناة الأهلي ضد أي شخص، برغم إن شيكابالا له أخطاء كتيرة جدا، ولكن في النهاية لا يقابل الخطأ بالخطأ وخلاص. اتكلمنا في الامور دي كتير جدا، ويمكن اساتذتنا الباشمهندس عادل القيع والاستاذ ابراهيم ميسي اتكلموا برضه في النقطه دي كتير جدا. لكن يا فارس، لما يكون بقى المسؤول اللي بيتنمر، لا ده الوضع مختلف. ده الفخ اللي اتقال امبارح، يعني حاجه غريبه جدا، قمه التحدي للناس، وكان الناس خلاص بتصحى تنسى كل ما ذي قبل وما يفتكروش اي حاجه. كابتن محمود الخطيب، الشخص اللي طول تاريخه ما فيش لفظ مسيء لاي حد قاله، بيوصف امبارح ان هو بيدعم التنمر على اي لاعب، وده ما حصلش ولن يحدث، واحنا واثقين كويس جدا في منهجيه كابتن محمود الخطيب كرمز. طب تعالوا نشوف اللي قال عليه كده منهجه ايه في التنمر والاساءه على الناس، نطلع ونشوف الفيديو. خلص شطه وبعد ما النادي الاهلي طرده راح فين؟ درجه رابعه. انت عارف الفيلم بتاع عادل امام؟ فاكر انت الواد اللي كان بيتجوز وقعد على الكوشه، فاكره؟ وعادل امام لما دخل لما دخل ومش عارف ايه، هو شكله بالظبط فاكر الولد ده ولا مش فاكرين؟ لو التجربه الدنماركيه تقريبا. برافو عليك، هو ده. والواد ده دايما لما يكون في حد عايز يقول مامي وبابي كنا بنجيبه، هتجيبوه يا جمهور الزمالك، يبقى هاتوا الواد هنا وهنا عشان الناس تعرف ان هو ده الخيخه اللي كان هناك. لاعب مكسح اسمه الشحات، حتى اسمه الشحات بقى خالد، بقى خالد نجم منتخب المغرب اللي شرفنا في كاس العالم، هداف الدوره، هداف البطوله للتصفيات الافريقيه، واللي جاب جول في اسبانيا العظيمه ب 30 مليون، وعيل لا نجم منتخب بلده، وعيل اسمه الشحات ما لمس كوره وراح كاس عالم، ولما خدوه المنتخب عدوه يشيل الشنط للعيال، اجيبه 160 مليون. عاصم مرتضى، ما عنديش لاعب النهارده اسمه طارق حامد. مفيش نادي ومجلس اداره بيستنى لاعب بشبشب. انا بس عايز اقول لمدرب بيدرب في مصر، بطل تمشي بالسحر والشعوذه بمناخيرك دي، بطل السحر والشعوذه، بطل نهايتك هتبقى سودة، هتلاقي في يوم الايام جن ركب فوقك مش هتعرف تطلع منه، بطل تكسب بالسحر والشعوذه. بيعمل ايه؟ راسينه اللي دول اللي حاطين في دماغه دول، راس يمين وراس شمال، وبعدها عايز اعرف هو الحكم ده ماله جسمه عامل كده ليه؟ لا بجد، ايه ده؟ ايه الجسم الغريب ده؟ ده حكم ازاي ده؟ يعني لا يعني ده عدى ازاي؟ صعب 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 قوي، صعب قوي نلاقي اي تعليق او نلاقي اي وصف. رساله لكل الناس اللي شافونا النهارده قبل المفاجاه اللي احمد هيديها لكم في نهايه الحلقه. رساله لكل الناس اللي شافونا، لو انت شفت ان احنا بنقول لكل الناس ان لازم ده يقف ولازم ده يبقى ليه وقفه فيه، وشفتنا احنا في نفس الكفه او اسأنا باي شكل، يبقى ده اعتراف ضمني منك ان كل ما عرض اصلا من البدايه في كل التجاوزات اللي اتعملت كان لازم تعلق عليها وما تسيبناش نوصل للحد ده. يا جماعه، اللي احنا قدامه شيء غير مسبوق في تاريخ الرياضه، وحد ينقذ الرياضه المصريه في دوره الاعلامي، لأن فعلا احنا أمام مهزلة كاملة جدا فيها إساءات لا يمكن كنا نتخيل ان احنا ببرنامج رياضي نتناولها يا أحمد، وكانت